السلام عليكم، أنا سام. في هذا المقطع سأريكم طريقة صنع بوابة أوتوماتيكية غير اعتيادية ومميزة في ماينكرافت، والآن تابعوا المقطع. في البداية تضعون بلوكتين في المنتصف، ثم تتركون بلوكة وتضعون بستن وريدستون تورش وريدستون تورش آخر، ثم تحفرون للأسفل ثلاث بلوكات بهذه الطريقة. الآن نضع ريدستون تورش بهذه الطريقة، ثم نمد ريدستون داست حتى نصل إلى هنا. الآن نضع بلوكتين في المنتصف، ثم ريدستون تورش في كلا الاتجاهين. نكمل مد ريدستون داست بهذه الطريقة، ثم نضع ريدستون تورش مثل الاتجاه الآخر. ولا تنسى وضع ريدستون داست بهذه الطريقة فوق البلوكتين، ثم نغلق هذا المكان بالكامل. الآن تم إنجاز منتصف البوابة، الآن نأتي للجزء العلوي. الآن يجب أن يكون ستيكي بستن بهذه الطريقة من الأعلى. الآن نحاول توصيل الريدستون داست بهذه الطريقة حتى نصل إلى الريدستون تورش الذي بالأسفل. نضع ريدستون تورش بهذه الطريقة هنا بالضبط. الآن تكررون نفس الشيء في الاتجاه الآخر. الآن اكتملت البوابة، ويمكنك تغطية البستن بالطريقة التي تريدها لإضفاء لمسة جمالية. الآن البوابة جاهزة، يمكنك إضافة لمبة هنا لكي تزيد الجمالية أكثر. وفقط، لايك واشتراك إذا عجبتكم الفكرة، وللقاء في مقطع آخر.